السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعليم فن الموزاييك. النهاردة هعمل سكارف جميل جدا، إن شاء الله هينال إعجابكم وهتنفذوه، لأنه فعلا فعلا يعني أولا سهل، ثانيا بيبقى شكله حلو جدا. الموديل اللي معانا النهاردة هيفرح بيه الرجالة أكتر، يعني هم الموديل اللي معانا النهاردة رجالي أكتر منه حريمي. يعني ممكن طبعا تعمليه هدية لأخوكي لجوزك، هيفرح طبعا جدا لو عملتيله طبعا على فصل الشتاء كده الجميل هدية حلوة وكمان من صنع ايديكي، مش هيصدق نفسه. الموديل اللي معانا النهاردة تقدري ان انتي تستخدمي برضو فيه جميع الألوان، وبيبقى في شكله حلو جدا لما بتغيري الألوان في كل سطر. تمام، يعني تقدري كل سطر تعمليه بلون. لو هتعملي الموديل اللي معانا النهاردة بلون لونين، يبقى هتجيبي من كل شلة 100 جرام. لو هتعملي 4 ألوان، يبقى من كل شلة 50 جرام، هو بياخد كله 200 جرام بالظبط. تمام، الموديل اللي معانا النهاردة البطرون انا هحاول انزله لكم، انا حاولت ان انا ارسمه هنا بس لسه ما كملتوش، بس انتوا لو تابعتوا الفيديو هتفهموا كل سطر ماشي ازاي، وانتوا تقدروا بعد كده تكملوا. بس انا هنزل لكم برضو الباترون ان شاء الله على الجروب، ودايما انا بسيب لينك الجروب بتاع اللي بنزل عليه الباترونات في صندوق الوصف. طيب، الموديل اللي معانا النهاردة عدد الغرز اللي احنا عايزينها لازم يقبل القسمة على 10. يعني مثلا تعملي انتي مثلا هتعملي مثلا كوفية، خلاص انتي بتشوفي بقى الطول اللي انتي حباه، هتعملي مثلا 200 سلسلة او 250 سلسلة، اي عدد يقبل القسمة على 10. تمام، انا طبعا عاملة قطعة صغيرة عشان تبقى باينة قدامكو على طول، وما اقعدش بقى ايه اشيل اسحب كل ده. احنا هنعمل في البداية زي ما قلت كده عدد بيقبل القسمة على 10. انا عاملة هنا مثلا 30 غرزة. هنا بقى هنبتدي نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا ان اول سطر وتاني سطر، اول سطر بيبقى غرز حشو عادية خالص، بيبقى غرز حشو اللي هي العادية خالص مش خلفية. تاني سطر هو بس اللي بعمله غرز حشو خلفية. نخلي بالنا واحنا بنعمل ان احنا نعد 10 في كل واحدة، يعني نعمل كده ادي 1 2 3 4 5 عشان نتأكد بس من العدد، 6 7 8 9 10، وتسيبي اول 10 دول وتعدي 10 اللي وراهم و10 تانيين وراهم لحد ما تتأكدي ان العدد صح، عشان لو غرزة ناقصة هتضطري تفكي تاني. تمام كده، يبقى لازم تتأكدي ان عدد الغرز معاكي سليم. انا هكمل هنا 30 غرزة وهنجيب السطر اللي بعد كده. هنا انا عملت 30 غرزة بتوعنا. حابة بقى انبه على حاجة، ان احنا بنزود كمان 2، بتبقى فيه واحدة من قدام واحدة في نهاية السطر، بتبقى غرزة حشو اللي هي غرزة الحشو اللي هي بتبقى أساسية، اللي هي بتخليلي الشغل من الحروف مظبوط. تمام، يبقى احنا كده هنعمل 32. يبقى انت بعد مثلا ما تعملي 170 بتوعك تقومي عاملة 2 كمان زيادة عشان يبقى الشغل مظبوط من الجهتين. تمام، هنيجي بقى هنا بقى هنعمل كوفية. قصي بقى حتة خيط كبيرة كده، تمام، اللي انت بقى بالمقاس اللي انت حباه، واقفلي بقى الايه الشغل بتاعك وسيبي الخيط اهو.
طبعا هي هتبقى في الكوفية الكبيرة، هتبقى باينة اكتر، هتبقى بقى الاعرض طبعا من كده، يعني هتلاقي العرض بقى كبيرة، هتبقى حلوة جدا. وبعد ما تخلصي ممكن تزودي في نفس الفتحة الشراشيب، بتركبيها وتربطيها وتشدي. تمام، احنا كده عملنا السطر الاولاني. السطر التاني انا مثلا هدخل لون مثلا اصفر، هدخل لون تاني، هدخل مثلا اللون الاصفر زي ما اتفقنا ان احنا اول غرزة عندنا اهي، اللي هي بتبقى الغرزة اللي هي بتظبط لي الشغل. بعمل ايه؟ بجيب الخيط بتاعي كده واعمل كأني بعمل سلسلة كده، وبدخل فيها تاني واعمل غرزة حشو، بدخل فيها تاني واعمل غرزة حشو. تمام، بعد ما بدخل فيها تاني وبعمل غرزة الحشو، طبعا غرزة الحشو دي بتبقى في البداية وبتبقى برضو في نهاية السطر. هنعمل برضو الغرز بتاعتنا، بس هنعمل السطر ده غرز حشو خلفية، ونفضل نشتغل غرز الحشو الخلفية لحد ما يخلص السطر بتاعي خالص. بالظبط اهو كده، كلنا عارفين طبعا غرزة الحشو الخلفي اللي احنا بنشتغلها في التابستري، بنشتغلها هنا برضو اهو، ونفضل نشتغلها كده لحد ما يخلص السطر كله، ونتأكد ان احنا العدد بتاعنا مظبوط عشان ما نفكش الشغل كله. تمام، جينا لاخر غرزة، هنا اخر غرزة مش هعملها غرزة حشو خلفي، هعملها غرزة حشو عادية اهي، وهبتدي ان انا اجيب المقص بتاعي. تمام، وهقص قد الخيط اللي انا عملته، حتى ممكن تساويهم لو انت حتى عملتي واحدة اطول من التانية، ممكن بعد كده تبقي تساويهم مفيش مشكلة. وهتخرجي بالخيط بتاع الابرة اهو، تخرجي وتقفلي الايه السطر بتاعك كده. ده عندنا كده اول سطرين، واحد غرزة الحشو العادية، والسطر التاني غرزة الحشو الخلفية. هنيجي بقى على السطر من هنا تاني، هنيجي بقى نركب اللون الاخضر. السطر التالت هنيجي هنركب الخيط بتاعنا اهو، وزي ما اتفقنا ان احنا بنعمل ايه، ان احنا بنعمل كأني بعمل سلسلة، او بعمل سلسلة عشان بس ايه اتأكد ان الخيط يعني مش هيتفك معايا. بعمل سلسلة وبدخل تاني بعمل غرزة حشو. تمام، هنا بقى هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هعمل 9 غرز حشو خلفية. العلامة اللي هي بعد كده دي معناها ان هنا في عمود، معناها ان هنا في عمود، 9 عمود 9 عمود، عشان كده احنا عاملين عدد الغرز بيقبل على 10. يبقى احنا اول سطر هنعمل 9 غرز حشو خلفية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا كده هنا خلصنا ال9 غرز عندي هنا. الغرزة العشرة هياخد لفة، وهنزل في العمود من هنا، من تحت، من هنا، من عند الغرزة اللي هي الخضرة اللي من تحت دي، شايفين في هنا علامة هنا اللي هي علامة الحشو الخلفي اللي هي موجودة هنا. هبتدي بقى اخد العلامة، هبتدي الف الغرزة. طبعا هنا ملناش دعوة احنا هنا بالغرزة اللي جنبها، هاخد كده اهي من تحت الابرة كده، من هنا شايفين، من هنا كده، يا رب تكون واضحة اهي. انا عندي الغرزة هنا اهي، هدخل كده اهي واعمل عمود عادي خالص اهو كده، واشتغل من تحت هنا كده عمود اهو. وبعد كده هعمل ايه اهو، عملت العمود بتاعي، هشتغل بعد كده ال9 غرز حشو خلفي. تمام، يبقى احنا هنا السطر ده كله
هيمشي 9 غرز حشو خلفي عمود، 9 غرز حشو خلفي عمود. طبعا انت بقى لو عاملة مثلا 170 هيكرر مثلا بتاع 17 مرة. تمام، يبقى كده هنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. العاشر هناخده من تحت من هنا كده اهي، حاول اقربها لكم شوية عشان تشوفوها اهي. بصوا الغرز عندي اهي من تحت اهي، هاخد لفة وانزل من الجزء اللي تحت ده اهو واشتغل عمود كده. واضحة صح؟ بعد كده ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنعمل 9 التانيين، هنعمل 9 التانيين اهو. هكمل واقول لكم بعد كده هنختم السطر ازاي. وهينتهي السطر، السطر معايا هينتهي من تحت بغرزة الحشو الخلفية من هنا كده. هنعمل من الغرزة اللي موجودة عندي من هنا كده هنعمل العمود بتاعي، يعني هينتهي بغرزة حشو، هينتهي بعمود امامي، وهنعمل في الاخر اللي هي غرزة الحشو اللي احنا بنعملها في الاخر. تمام كده، وبرضو نقطع الخيط كده اهو، نجيب كده ونقطع الخيط بتاعنا. يبقى احنا هنا السطر ده مشي معايا 9 غرز عمود، 9 غرز عمود من تحت، باخده من تحت. تمام، بعد كده هنغير بقى اللون الاصفر، هنعمل كده السطر ادي 1 2 السطر الرابع. ونكمل مع بعض السطر الرابع. هنا هنحط اللون اللي احنا هنشتغل بيه. زي ما انا قلت برضو انت لو حابة تعملي لون مخالف غير اللون اللي انا عاملاه، يعني مثلا انا حاطة مثلا هنا اصفر اخضر انت عايزة تحطي مثلا ابيض احمر اسود كحلي، اي درجة انت عايزاها حطيها في الموديل ده، بشرط طبعا ان هما يكونوا لايقين على بعض. تمام كده، هنا زي ما اتفقنا بنعمل اول واحدة اهي، بنعمل اول واحدة اللي هي الغرزة الحشو بتاعتنا خلاص. بعد كده باخد لفة، باخد لفة من هنا كده، وهنزل في اول واحدة من الغرز اللي هي العمود، اللي هي هعمل عمود من الغرزة الصفراء اللي موجودة عندي تحت. هبتدي اعمل كده واعمل عمود اهي كده. تمام، عشان كده انا بقول لكم لو انتوا اتبعتوا الفيديو اسهل من ان انتوا تبصوا في البطرون، بس انا برضو هحط لكم البطرون. وبعد كده بعد ما بنخلص هنا بنعمل 9 غرز، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بصوا بقى العشرة، احنا هنا المرة اللي فاتت عملنا العمود هنا. تمام، هاخد لفة، العمود بقى هيبقى في الغرزة اللي وراها اهو، وده اللي بيفسر ان السكارف ده بيبقى مدي تموجات كده، يبقى كله رايح كده. تمام، وبعد كده برضو نعمل نفس الكلام، ادي 1 2 3 4 7 8 9. العمود في العمود في المرة اللي فاتت فوقيه غرزة حشو خلفية، والعمود هيبقى من الغرزة اللي هي الموجودة من تحت اهو كده. تمام، سهلة جدا. بصوا لسه بقى لما بنشتغل بيبان شكله احلى بكتير، يعني هو بس كده دلوقتي لسه مش باين، وهنكمل بقى بالشكل ده لحد اخر السطر. وهنختم، حبيت اوريها لكم برضو عشان يبقى ماشيين مع بعض.
هنختم السطر هنا بالعمود اللي هو كده بعمله اهو. يبقى السطر هنا هختمه بالعمود، وبعد كده بختم بغرزة الايه الحشو اهو. يبقى في عمود هنا من هنا كده اهو، وبعد كده بعد كده برضو بتقطعي الخيط بتاعك وبتبتدي ان انت تقفلي الايه السطر بتاعك كده، وتسحبي الايه الغرزة اهي عشان بعد كده نكمل السطر اللي بعد كده. بصوا اهو بتبقى شكلها حلو جدا لما بتخلص. انا هحط لكم برضو موديلات كتير جدا بالالوان اللي انتوا تقدروا ان انتوا تستخدموها في الموديل اللي معانا النهارده. هنكمل السطر اللي بعد كده وندخل اللون اللي احنا حابين نعمله. زي ما انا قلت، لو انت حابه ان انت تعملي اكتر من لون فيها مفيش مشكله، هتبقى برضو شكلها حلو جدا. عملنا هنا السلسله بتاعتنا. من بعد السطر ده هتفهمي التكنيك بتاع السكارف بتاعنا النهارده، وهتعمليه لوحدك من غير باترون. تمام، من بعد السطر ده هنا عملنا ايه؟ هنا عملنا سلسلة، وهنعمل بقى غرزة الحشو اللي احنا متعودين عليها. هنا بقى فوق العمود هعمل غرزة حشو خلفية. يعني انا اي عمود خلفي او اي عمود امامي قصدي هلاقيه هعمل وراه غرزة حشو خلفية. تمام كده. بعد كده بقى بصوا بقى هنا المهمة بقى، بعد العمود ده هعمل ايه بقى؟ بعد العمود ده هعمل عمود من هنا تاني اهو وراه على طول اهو كده. تمام اهو، بعد ما اعمل العمود ده، بعد ما اعمل العمود اللي هو المعايا ده، هبتدي بقى اعد 1 2 3 4 5 6 7 8. بصوا التاسعة هنا هتبقى فوق العمود الأمامي اللي أنا عاملاه اللي هو من السطر اللي فات، هتبقى فوقيه غرزة حشو خلفية اللي هي كده هتبقى الغرزة التاسعة. الغرزة العشرة بقى أهي، بصوا بقى هنا بقى هيبان الشكل أكتر. هاخد الغرزة من هنا من تحت اهي، هاخد الغرزة من تحت اهي، شايفين كده اهي، وبشتغل العمود. بصوا بقى هنا، عشان كده بقول لكم الموديل ده مش محتاج باترون يا جماعة. بصوا بقى اهي، اعتقد ان انتوا فهمتوا. اما نيجي بقى نشتغل السطر اللي بعد كده هنشتغل دولت، هتبقى غرز حشو خلفية. العمود هيبتدي من هنا وتعدي كده. هعمل معاكم برضو بقية السطر، مش محتاج والله مش محتاج باترون خالص اهو. واحد اهو، اتنين، اربعة، ستة، سبعة، تمانية، التاسع اهو. يعني سكارف شارح نفسه اهو، سهل جدا تعمليه كده وانت قاعدة، في قاعدة كده تكون حلوة تقومي مخلصاه على طول في سهرة. بصوا اهو كده، تاخديه من تحت اهو كده اهو. بصوا ونكمل بقية السطر على كده. كملت اهو. طبعا هنختم السطر هنا، طبعا هنختم السطر هنا بغرزة حشو خلفية. مفيش هنا بقى عمود لان انا ما عنديش هنا اعمدة احطها خلاص، وبعمل الغرزة الحشو اللي هي بتظبط لي الشغل. وبعد كده بقطع الخيط. انا نسيت بقى اقول حاجة هنا، معلش، هي دي عينة. لما تيجي تشتغلي هنا ابقي ممكن تسيبي شراشيب من الجزء ده، يعني ابقي سيبي من هنا عشان يبقى الاتنين زي بعض. انا ما سبتش، بس انت ممكن بعد كده قبل ما تحطي، يعني قبل ما نحط مثلا السطر اللي بعد كده هوريها لكم برضو ازاي. اهي هنا بقى خلاص انا هقفل دي. هنبتدي بقى نحط اللون التاني اهو. بصوا تعملوا ايه بقى،
تقومي جايبة سايبة حتة من الخيط بتاعك حطاه كده اهو، وتبتدي ان انتي تشتغلي عادي خالص اهو، عشان تبقى الشراشيب موجودة اصلا في الكوفية. ممكن بقى تزودي بعد كده، بتبقى حاجة بسيطة جدا، بس طبعا بتحطي الموديل ده مستحب فيه ان انت تعملي شراشيب تبقى مجوز. يعني ازاي؟ يعني تعملي مثلا 8 9 10 فتلات مثلا، وتقومي تانياهم يبقوا 5 5، يعني يبقى جزء من قدام 5 فتل وجزء من الخلف 5 فتل. بتبقى شكلها حلو جدا لما بيبقى الشراشيب فيها كتير. اهي بتحطيها من هنا كده. هنا بقى لما تيجي بتركبي الشراشيب بتركبيها برضو من نفس المكان اللي طالع منه الغرز اللي هنا، تمام؟ بتعملي بقى هنا كده، ادي الغرزة اللي احنا عملناها، ادي غرزة الحشوة اهي، تمام كده، غرزة الحشو العادية. هنا بقى هنمشي ازاي؟ هنا هنمشي فوق كل غرزة من دول غرزة حشو خلفية عادية، فوق العمود برضو هنا غرزة حشو خلفية عادية. هشتغل بقى فين هنا؟ هشتغل غرزة بعد العمود اهو على طول، اهو بعد العمود على طول. اظن كده الفكرة بتاعت السكارف سهلة، مش محتاجة ان انا حتى اوضح باترون، لو بصيتي في الباترون هتوهي، تمام كده. ونعد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهي، ادي 1 2. ظبطي بس العدد من البداية هترتاحي بعد كده اهي، وتشتغلي بقى كده ال9 غرز بتوعك اهم، خلاص اهو كده اهو. ودي فوق العمود، اول ما اشوف العمود اعرف ان في عمود هيتعمل بعديها، يعني انا خلاص بقى اتبرمجت بقى، اول ما اشوف عمود اعرف ان في عمود هيتعمل بعدها على طول اهو، بس بيبقى من فوق كده اهو خلاص. وبتشتغلي بقى بعد كده من غير ما تعدي بقى، خلاص انت كده ايه ظبطتي الشغل كده بقى، خلاص الشغل كده متظبط. تبتدي بقى تشتغلي السطور بعد كده من غير اي عدد. طبعا هي لما بتكون كبيرة بيبقى الشكل طبعا فيها اوضح واحلى، وزي ما انا قلت لو حابة تعمليها رجالي اعمليها 170 سنتي، ممكن تعمليها 200 غرزة اهي كده اهي. هنا بقى هتعملي ايه؟ هنا اهو من اللي هي الغرزة الاصفر اهي اهي. هنا مش هيبقى فيه اعمدة تقريبا تاني خلاص، لان هي كده اهي. وبتشتغلي بقية السطر، هتيجي برضو على تقطعي الفتلة، هتيجي برضو هنا هتعملي غرزة الحشو بتاعتك العادية، وهتعملي 1 2، وفوق العمود هنا هتعملي غرزة حشو خلفية، يبقى العمود هنا هيبقى اخضر، هتسحبيه من الغرزة اللي هي الخضراء الموجودة من تحت من هنا. يعني بصوا سكارف من الاخر سهل 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 بطريقة يعني اول ما تعملي اول 3 4 سطور هتكملي باقي السكارف وانت مغمضة من غير ما تعدي، خلاص انت هو كده اتظبط. هتفضلي تعملي بعد كل عمود تعدي وتحطي بعديه العمود التاني، بصي بقى تلاقي ايه السكارف الاعمدة بتاعته طلعت معاكي، بتعمل زي شكل الزجزاج كده، بتبقى شكلها حلو جدا اهو. طيب نعمل الاسكارف قد ايه؟ نعمل الاسكارف قد ايه؟ بتجيبي بقى المزورة بتاعتك كده، معلش كده من هنا كده، بتجيبي المزورة بتاعتك بتعدي بالظبط. عايزاه رجالي، لو رجالي بيبقى حوالي 15 سنتي، ما يزيدش عن كده، لو رجالي 15 سنتي العرض بتاعه. لو انت حابة تعمليه سكارف كبير ليكي يبقى 25 او 20، يعني على حسب على حسب برضو ما انت حابة. حابة ان انت تعمليها مثلا كوشن بتبقى 40 في 40، يعني اعملي ظبطي الغرز على العدد على ان هو يبقى 40 في 40، لان اي مخدة مقاسها 40 في 40. انا بنصح الموديل ده في الكوفيات الرجالي لانها بتبقى فعلا شكلها حلو جدا،
خاصة لما بتبقى مع الألوان الغامقة، يعني لو عملتي مثلا أبيض في أسود في رمادي، نبيتي في رمادي في أبيض، الألوان اللي هي الغامقة اللي هي بتستحمل الرجالة اللي أو أزرق مثلا في أبيض في رمادي. انتوا بقى طبعا أحسن مني طبعا في اختيار الألوان، أنا مجرد بس إن أنا بديكي فكرة وانتوا بتكملوا بعد كده. أي حد ليه ملاحظة يقولها لي أو يسيبها لي في الكومنتات، واتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم في الوحده بتاعه النهارده، ويا ترى فهمتوها من غير ما اكمل الباترون ولا لا، او من غير ما انزل الباترون ولا لا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتوريني شغلكم الجديد على الجروب. كل واحده تنزل او تشتغل اي حاجه تنزلها، لاني بجد 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 بتفرحوني بمشاركتكم وبتفاعلكم معانا على الجروب وكمان على القناه. اتمنى يكون الموديل النهاردة عجبكم، وانا هنزل لكم برضو على في الفيديو بتاع النهاردة هنزل لكم موديلات تقدروا ان انتوا تستعينوا بالالوان اللي هي تقدر ان انتوا تشوفوها وتكون لايقة على الموديل بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو ياريت كومنت حلو كده زيكم، وتقولولي ايه رأيكم في الوحدة اللي احنا عملناها النهاردة، وايه الحاجات اللي انتوا حابين تشوفوها بعد كده. احنا لسه هنعمل كمان اللي هو السكارف الدائري، هيعجبكم برضو جدا، وهعمل لكم كمان كوشنز بغرزة رائعة، وكمان هعمل لكم شال مستطيل بالمزاييك برضو بيبقى شكله جميل جدا، هوريكم طريقة التزايد ازاي. وهنعمل كمان سجادة، ودي اللي هتبقى يعني برضو ان شاء الله يعني في الخطة. وكمان ان شاء الله هنعمل حاجة كمان، هنعمل برضو بلوزة للأطفال، هتبقى الكنار بتاعها من تحت بس هو اللي بيبقى موزاييك، والباقي من فوق كله عادي. على فكرة الوحدة اللي احنا عملناها النهاردة دي برضو تقدري ان انت تعملي منها، لو بتعملي مثلا بلوزة للأطفال وحابة ان انت تعملي من تحت كنار كده شكله شيك، تقدري برضو ان انت تعملي في الجاكيت دوت او البلوزة بتاعتك بالشكل ده. كذا كذا فكرة انت ممكن تستغليها في الموديل ده. اتمنى يكون فيديو النهاردة سهل وسريع، واتمنى تكونوا فهمتوا الغرزة من غير ما انزل الباترون. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.